تاني الذات، الذات انك تحلم تكون افضل وتخطط لده. ودي مشكلة على فكرة العالم العربي اغلبه، الحتة الخمسة دي مش موجودة. ماشي كده ايه؟ عارفين الرزق يوم بيوم؟ عشوائي. عشوائي. رغم ان الصحابة كانوا بيخططوا بس بيتوكلوا على ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب. معلش بتاعتك انا شايف ان خطوات النجاح وضع خطة، التزام بخطة والتعلم من الخطوات. كويس قوي. انا شايف جميل. لازم الواحد على طول اول باول يحط خطة لنفسه. يلتزم بيها ويشوف لو يطور من نفسه ازاي او يطور من خطته. هايل جدا. تحط الخطة على اساس ايه بقى؟ على اساس الهدف اللي انا عايز اوصله. يعني هعمل مشروع. طب تحدد الهدف على اساس ايه؟ على حسب الامكانيات انا، يعني الامكانيات اللي موجوده. على حسب الامكانيات الموجوده ولا على حسب اللي نفسك فيه؟ ما هو الامكانيات دي لو طورتها اوصل اللي انا نفسي فيه. يعني عايز اعمل مشروع معين مثلا، انا امكانياتي عايز اعمل مثلا شركه مقاولات. يعني انت لو معاك مليون جنيه. انت محمد صح؟ يا عمر. لو معاك مليون جنيه يا عمر واديت لكل واحد من اللي قاعدين النهارده مليون جنيه، الله يكرمك محاضره رائعه صح؟ ها؟ مليون جنيه، يا ترى اللي انت هتفكر تعمل بيه تعمل له بالمليون جنيه هيبقى زي الاستاذ احمد وزي ايمان وزي اميره وزي زي زي ده راجع لايه؟ ازاي؟ طريقه تفكيري واولوياتي شخصيتي هدفي. عارفين الاجابه؟ الاجابه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ميسر لما خلق له. يعني عمر ومحمد وعبد الرحمن ومحمد استاذ احمد وامينه، كل واحد في مجموعه من المواهب، مش رسم وكره قدم وموسيقى والكلام، لا مواهب اسمها المواهب القياديه، وده اللي احنا بنعمله عندنا في الاكاديميه في اول مستوى. قبل ما تعمل خطه وتلاقي نفسك تك 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 وخبطت في الحيط، زي ما كتير قوي ما بيوصلوا للشهره وفي الاخر ينتحروا. سمعتوا عن حد بيعمل كده؟ ليه؟ هو حاول كل حاجه. لا مش حاول كل حاجه، هو حلمه وصل لغايه هنا بس. مفيش سعاده. مفيش سعاده. ليه؟ مفيش سعاده. طب ليه مفيش سعاده؟ عشان هو كان مرتب ان هو يوصل لحته ما فكرش بعدها. لا في، لا عشان مش علشان ما وصلش للحته اللي انت عايزها. يعني انت عايز تشبع ميوله كده، وكان ما عندوش اي هدف، عايز اي لا كان عنده هدف ان هو يمتلك الارض. بس ليه هو مش يعني عندنا؟ ده في منهج ولا سنه؟ انا فاكره في ثانيه ثانوي. يعني انا بعمل الماستر بتاعي في التنميه البشريه على علاقه التعليم بالتنميه البشريه وازاي نطورها. طب عايزه اقول لك ان 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 المناهج ما بتجيبلكيش التاريخ كله، بتجيب لك وجهه نظر اللي جاب القصه. فالتاريخ لازم اقرا من اكتر من مصدر عشان يبقى انا ليا وجهه نظر. تمام؟ طب نرجع تاني. لو واحد نفسه في المكرونه بالبشاميل، يلا يا جماعه. ومكرونه بتعملها ما شاء الله كله جاهز كده ما شاء الله. ها؟ ومامته بتعملها بطريقه معينه. وقالوا له يلا الاكل اللي انت بتحبه جاهز. وخلص شغل وما رضيش ياكل في الطريق زي ما بيعمل. وطالع السلم. ماشي؟ وبيحلم بالمكرونه خلاص، وقعد على السفره قالوا له قوم اغسل وشك بسرعه وتعالى عشان تعرف تاكل. دخل خد دش بسرعه وبيحلم بايه؟ بالمكرونه. هايل جدا جدا، هو بيموت في المكرونه خلاص. قعد على السفره يفتح ايش احساسه ايه؟ بص امين لي مساحه احساسه ايه؟ حتى لو الاكل اللي موجود اغلى من المكرونه بس احساسه ايه؟ تفرقش. ايه بقى علاقته باللي احنا بنقوله ده؟ ان الناس اللي وصلت للانتحار رغم حققت نجاحات، وصلت لنجاحات مش المكرونه بتاعتها. مش الحته اللي تشبع ميونه. معلش ممكن مثال؟ يعني مثلا ممثل انتحر، افتكر ان هو وصل للعربيه وكانت كلها كده والكلام ده ومعاه فلوس وساكن في فيلا محروقه محروقه يعني قصر ومعاه عربيات، افتكر هو ده اللي كان عايزه. لا مش هو ده اللي كان عايزه. بص طلع شغال بس ضغط عالي. انا عاجبني عمر قوي لان هو عايز يوصل للزيتون. مش هتسموها الزيتونه ولا لسه يعني في ابديت للدكشنري بتاع رمانه؟ في حد قال لي وصل للتيتا، دي قالوا لي دي الابديت بتاع الزيتون.
وصل لكم ولا لسه؟ لا يعني بص بقى يبقى انا كده لو وصلتها لكم يلا خير ربنا يستر. ها طيب في اتنين ما بيستعجلوش من النجاح، واحد وصل للنجاح ما بيشبعش منه، وواحد وصل لنجاح من غير علاقه طيبه بربنا. تاني واحد وصل لنجاح ما بيشبعش ميونس تمام، وواحد تاني وصل لنجاح بيشبع ميوله بس هو في وسط النجاح ده ما عندوش علاقه طيبه بربنا سبحانه وتعالى تمام. فايه اللي بيحصل ده؟ ما بيلاقيش لحياته معنى، لان بعد ده كله هموت واسيب الفلوس دي. لكن لو مقتنع ان بعد الدنيا دي في اخره، يلا عم سيب بلا وجع قلب والاخره خير من الاخره تمام. طيب الثاني بقى ولا الاولاني وصل لنجاح ما يشبعش منه. تعالى انا هديك حته كده من اللي احنا واحنا بنعمل المواهب مثلا، مقياس المواهب، في عندك موهبه اسمها موهبه التوجيه، موهبه ثانيه اسمها علاقات، موهبه ثالثه اسمها تنفيذ، موهبة رابعة اسمها تأثير، موهبة خمسة اسمها تفكير. هما ثمان مواهب أساسية تمام؟ اللي عنده موهبة التنفيذ ده ما تعرفش تقول له الكلمة عامة كده ويروح ينفذ، ما يعرفش، لازم ياخد منك إيه؟ تفاصيل، وياخد التفاصيل ينفذها لك في منتهى الدقة ويبقى سعيد. بتاع التوجيه اللي زي حالاتي ده ما يحبش حد يديله خطة جاهزة، أنت عايز توصل إيه؟ وأنا اوصل للي انت عايزه بطريقتي، ولو حد حطه داخل قلبي يتضايق تمام. فلو اللي عنده موهبه التوجيه ده حطوه في حته كل مهمته ياخد التعليمات من ده يديها لده وينفذها، ما بقاش سعيد حتى لو وصل لمليارات بالطريقه دي تمام. اللي عنده موهبه التفكير قول له قوم نفذ كده، ما يعرفش مش بتاع تنفيذ وبتاع ان ده ايه؟ اشتغل. ايه ده؟ طب يعني ده احسن من اللي بينفذ ولا اللي بينفذ احسن؟ ولا مين احسن؟ كل واحد يبقى احسن في مكانه. عشان كده بقى تلاقي الحديث الثاني اللي يرد لك على خطوره عدم تنفيذ الاولاني، مش هو بيقول لك كل ميسر لما خلق له؟ يعني انت لازم تعرف ايه امكانياتك عشان تعرف انت خلقت ليه علشان تعمل العمل ده. تعال شوف الحل التاني بقى خطير قوي، جاوبي على الامر في غير اهلك فانتظروا الساعه. انتظار الساعه ده معناه خلاص هلاك الدنيا بما فيه صح؟ للاسف احنا بنضيق الحديث، وجاوبي على الامر في غير اهلي يبقى المناصب العليا لما بتتحط في غير الكفء. هو لا لا، لو واحد بصفات طبيب اتحط في مكان مهندس انتظر الساعة، لأن لا ده هيعرف ينجز ولا ده هيعرف ينجز. مين فيكم في الجامعة؟ هاي دي في دكاترة عندكم مشهورة جدا صح؟ بس تحضر له ما تفهموش. حصل؟ عارف ليه؟ علشان ده ما عندوش ثلاث مواهب اساسيه لازم تكون في المعلم او المدرب او حد او الداعيه. ايه المواهب الاساسيه دي؟ توجيه وتاثير وعلاقات. ممكن يكون المعيد اللي لسه بيبي في الكلام اللي واخده، يعني ما عندوش واحد على 100 من علم الدكتور الكبير ده، ويتواصل معاك افضل ويفهمك احسن. حصلت؟ ليه؟ عشان ده عنده المواهب دي. وهكذا بقى اللي بيشتغل مندوب ما بيعاد. انت مش مين اللي ركب المترو؟ ثاني هنا بتوع الوقت ما بيفوتوش مترو. ده رائع المترو ده ما شاء الله عليك. النهارده كان جاي المترو مش بتلاقي فيه في بياعين رايحين وجايين وما بيزهقوش، وتلاقي الواحد بيقول لك من جواه كده ايه ده صح؟ على فكره ما دام مستمر يبقى ميوله دي عنده حته العلاقات وحته الكلام، ما بيزهقش. لو زهق كان شاف شغله ثانيه. عشان كده بقى توصل لمرحله الاحتراف امتى؟ او يعني ايه احتراف بقى؟ احنا عرفنا يعني ايه؟
مكونات الشخصيه عباره عن ايه؟ الاحتراف ان تعمل العمل المكلف به بدقه وسرعه ومهاره والتزام واخلاق وسعاده. امتى تكون محترف؟ تاني؟ ها؟ لما تعمل العمل المكلف به. دي مقاييس الاحتراف. ها؟ بدقه. ها؟ بسرعه. والتزام. ها؟ مهاره قبل التزام. مهاره. التزام. اخلاق. بالله عليكم مش كل واحد فينا هيشتغل كده كده وكل الشغلانات مرهقه صح؟ صح؟ اه كلها مرهقه وكلها بتجيب فلوس بس انت مين محتاج يبقى سعيد وهو بيشتغل؟ كلنا صح؟ وكده كده هتعب صح؟ يبقى تعب نفسي وتعب جسماني كمان. عايزه اقول لكم ان الانسان اللي اختار عمله بناء على ميوله وحط نية كبيرة قوي وهو بيعمله ممكن يشتغل بالعشرين ساعة وما يتعبش. لا اللهم لك الحمد انا ممكن اقعد 12 ساعة متواصل التدريب وتدريب وما يتعبش. اللهم لك حس متعب في اليوم خلال يومي الحمد لله. في رمضان اللي فات ده كان في ناس بتخاف تخرج من بيتها وهي صايمة. شفتوا ناس كده؟ اللهم لك الحمد. انا يعني تقريبا 25 يوم من ال 30 عندي محاضرات في مكانين مختلفين الصبح وبعد الظهر. كنت بروح على الفطار بالظبط. بشوف ناس يصحوا قبل العصر يعني وده قضى وصوم وده قضى وصوم صح؟ في ناس بتصوم ساعة في اليوم. اتفقنا؟ فانت علشان توصل لده لازم توصل ان فين مواهبك وعلى اساسها تختار الشغل المناسب ليها. كان لينا زميلنا في الاكاديمية، انا عايزة اقول لكم حاجة، انا متخرجة من الاكاديمية اللي انا مديرتها دلوقتي من سنة وسبع شهور. والله لا نزلت الأكاديمية دلوقتي. إيه؟ ممكن؟ أه ممكن. تلاقي ناس تقول لك البلد شهادات وما أعرفش إيه، ده مش إيه المشكلة؟ لازم تبقى أنت مصدق إنك تقدر. ولازم تبقى مستمتع بشغلك، شغلك ده مش هتستمتع بيه غير لما يكون بناء على موهبتك. تمام؟ طب تعالوا نقول المقاييس كده تاني، إمتى يكون الإنسان محترف؟ يلا لما يكون بيعمل العمل المكلف به. ها بدقه بدقه بسرعه بسرعه مهاره اخلاق وسلام. عشان بس الاخلاق دي مهمه جدا. تخيل الاربعه دول ممكن يكونوا موجودين في تاجر مخدرات. اقول له ها بيعمل العمل بدقه بيكتسب الناس في المواعيد تمام ماشي وعارفين وزي ما بيقول لك في الافلام كده ويدوس على السنه ما اعرفش بيعمل ايه بس عشان يعرف ان هي يعني اصل ولا لا ما اعرفش يعني هي دوست السنان اللي هتفهم اكيد هو فاهم دقه سرعه تنفيذ بقى واوعى واكشن بقى وما اعرفش ايه مهاره ها والتزام بالمواعيد طبعا بس ما فيش ايه لا عنده سعاده بس سعاده مؤقته على فكره. تعرفوا ان من رحمه ربنا ان الانسان اللي ماشي غلط يجي له حته اللي هي بيسموها ايه؟ الضمير؟ دي مرات ربنا ولا ما يعرفش ما يحسش بسعاده. طب اقول لكم على حاجه، في حد فيكم ما غلطش؟ في حد فيكم ما اذنبش؟ انا اقول لكم اذنبت صح؟ طب حالتك وانت مذنب زي حالتك وانت بتعمل حاجه كويسه؟ اقول دي اللي انت بتحس بيه ده من رحمه ربنا بيك. لان لو فضلت مبسوط بالذنب هتفوق امتى؟ تمام؟ اتفقنا؟ حد كان هيتكلم. اللي جاي. كده تعمل ايه؟ هو الحاجه اللي بتعملها اللي انا حاسس ان هي غلط. مثلا يعني حاجه تمام؟ قدام حد مع القصه. الحاجه اللي هو الواحد يعرف انت بيقرا القصه والحاجه اللي هو بيقرا القصه والحاجه اللي هو بيقرا القصه والحاجه
كده الحاجه دي مش شويه حلوه جدا. انت قصدك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ماشي؟ طيب للاسف احنا احيانا بنخاف بيه حاجات صح، عشان خايف والدي ما يوافقش، خايف والدتي ما توافقش. عارف دي فيها مشكله فين؟ مشكله في حاجه من قوانين الانسان المحترف بقى، من قوانين الحياه الاحترافيه الحقيقيه، حاجه اسمها التصديق، قانون التصديق. انت مصدق ومعتقد انك لو قلت لوالدك على الحكايه دي مش هيوافق. انت مصدق ده؟ ما ممكن اكون انا عارف والدي كويس وما عاش من فتره كبيره اكيد طبعا. والله انت عارفه من زمان ما شاء الله عليك. والده يعرفه من زمان، دي حاجه عجيبه. وبعدين انا عارف ان هو لا.